فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فنحن مأمورون بتعجيل الفجر عند طلوع الفجر، وبتعجيل المغرب، وبتعجيل المغرب عند غروب الشمس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فمعناه التأكد من طلوع الفجر، ليس معناه أن نبقى حتى يسفر الجو، وإنما معناه أننا نتأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بغلس حين لا يعرف الرجل من بجانبه من الظلمة، ثم ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الفجر مبكرا، وأنه يطيل الصلاة ولا ينصرف منها حتى يعرف الرجل جليسه. فهذا هو الهدي النبوي في صلاة الفجر، أنه يدخل فيها مبكرا ويطيلها حتى يتضح ضوء الفجر، ويعرف الإنسان من بجانبه، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه مصابيح كهربائية أو سرج.